تعليقك؟ لن أضيف الكثير على ما تحدث فيه أبو ريان. ماجد عبد الله نجم داخل الميدان بموهبته، نجم داخل الميدان وخارج الميدان بنجوميته. هذا الإرث التاريخي اللي يتداول لدى كافة شرائح الرياضيين، الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة لازم تحفظ اسم ماجد عبد الله جيدا، ليس لكون اللاعب الأسطورة في ملعب كرة القدم، ولكن اللاعب الذي حافظ على سمات عديدة نتمنى أن تكون هي يعني الأساس المتين لصناعة لاعب كرة القدم في ملاعب كرة القدم السعودية تحديدا. لاعب خلوق جدا، لاعب نجح مع المنتخب السعودي في تحقيق الكثير من المنجزات، لاعب بصراحة يعتبر أسطورة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، أسطورة في الموهبة وأسطورة في الأخلاق. يمكن أثني على كلام أبو ريان أنه لو ماجد عبد الله في بلد آخر غير المملكة العربية السعودية لكان وضعه مختلف تماما عما هو عليه الآن. نتذكر أساطير كرة القدم على مستوى العالم، بيكنباور، بلاتيني، بيليه، أصبحوا بمثابة السفراء لدولهم. ماجد عبد الله لا يقل بأي حال من الأحوال عن هؤلاء، بصراحة يحمل تاريخ ويحمل إرث عظيم، فبالتالي يفترض أن يكون له تواجد جدا على الأقل يصان من خلاله التاريخ الكبير الذي قدمه للأخلاق والذي أيضا قدمه للمنتخب السعودي لكرة القدم.